البشر أحدا، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قامت الصلاة، قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ها؟ لا لا عادي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. اللهم صل على آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. بقول كلمة بسيطة إن شاء الله تترك لنا الأثر. سبحان الله، لا نكن كالمتشائمين اللي تعطيه الوردة بدل لا يشم ريحانها وعطرها يتشكى من شوك هذه الوردة. فتبارك الرحمن، صار لنا كم يوم الله قاعد يمطر علينا ويرزقنا بهذا الرزق الجميل وهو المطر. وفي أفريقيا يتمنون هذا المطر لدرجة أن في دول يمر عليها 3 و4 سنين ولا تنزل قطرة واحدة، وأكثرهم يكونون غير مسلمين ولكن يعلمون بأن عدم وجود المطر هذا غضب الله سبحانه وتعالى، تفكيرهم البدائي والبسيط. ولكن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا المطر، ولكن الكثير للأسف يقول كخاف المطر يوسخ ثيابي، يوسخ سيارتي، عرفت، يوسخ، أنا توني مغسل حوش البيت أخاف أنه يتوسخ، هذا كله رزق. فصارت حادثة حق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فسمع صوت البرق وكان قوي، فالناس خافوا إلا هو ابتسم، فقالوا ليش قاعد تبتسم يا خليفة المسلمين؟ قال إن هذا البرق يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. فشون فسر صوت البرق بشنو؟ رحمة الله. وبنفس الوقت شنو قال؟ قالوا نبيكم تدعون إن نعوذ بالله من صوت عذابه. إن شاء الله يا جماعة، أسأل الله يبارك لنا بهذا المطر، وهلا هلا في الدعاء وسامحونا الأكثر.
جزاك الله خير. صالح المرة الجاية بقرأ من سورة التوبة بشوف أحد يتكلم. لا لا أنت لا شوفوا بعد ترى في عندنا حافظ بعد كامل ما شاء الله علي الكتم والله ضيع بينهم سعد سعد حافظ كامل ما شاء الله. استغفر الله تب لك لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله استغفر الله ما تسلم ساعة تصبح ساعة.